السلام عليكم. وقف والي ولاية مستغانم على آخر الأشغال نتاع التهيئة نتاع ساحل مدينة مستغانم على مستوى منطقة سالاموندر، يعني هذه المنطقة بطول حوالي 3 كيلومترات يتم حاليا إعادة كل التهيئة الموجودة كانت موجودة من قبل، والآن فيه يعني تصور جديد وتهيئة جديدة راهي تقرب للنهاية نتاعها. ان شاء الله تكون يعني لا فينيسيون تاع الاشغال يكون فيها اتقان في العمل وتكون فينيسيون مليحه، وكذلك خاصه قضيه المواد المستعمله لازم تكون مواد جيده يعني تليق بالمكان. نترككم في رعايه الله وحفظه، والسلام عليكم.
Thank you.